قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: يقول راجي عفوي رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف آلف وأختها واهي، حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفال والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ واليا. لضراسا من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرافيه تحت جعل، والراء دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصافير مستكن. منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا. من طرفيهما ومن بطن الشافة، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة. للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفاتح مصماتات والضد قل. مهموسها فحثه شخص ساكت، شديدها لفظ آجد قاط بكت. وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حاصر. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وزاي سين، قلقالة قطب جاد واللين. واو وياء سكينا وانفتحا، قبلاهما وال انحراف صححا. في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد لاستطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حليات التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات. فرققا مستافلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الآلف. وهمز الحمد أعوذ اهدنا،
الله ثم لا ما لله لنا. والياء تلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدات والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوات نجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن ساكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسينا مستقيم يسطو يسقو.